لحظات ايه؟ اقرار المتهم، معاينه تصويريه، تقرير الصفه التشهيريه. طب الدليل القولي هو عباره عن ايه؟ عباره عن ما شهد به الزوج. شهد الزوج به انا اكتشفت ان زوجتي توفت الى رحمه الله، ده امر عام متعارف عليه. لكن مامور الضبط القضائي الرائد مؤمن فرج شهد ان المتهم الماسك خلف القضبان الحديديه هو الذي ارتكب الجريمه. طب ازاي هو ارتكب؟ تحريات سعاده الرئيس كما تعلمنا في محراب عدلكم واستقر قضاء النقد ان تحريات المباحث لا قيمه لها في الاقناع الا اذا عززت دليلا وليس هناك دليل في الاوراق. قال ايه؟ تحريات الورده بالاوراق بقى حضرتك باطله بطلان الحد. كلها متناقضه مع بعضها البعض ومتضاربه في كل سطر من اقوال. قال ايه؟ تحقيقات النيابه العامه في ذلك ابصر اناره الصاله بشقه المجني عليها وقام بالصعود اليها وترقب بها. الارق ده شيء حسي متصق بالانسان. ازاي اسفرت تحرياتك انه هو شعر بالارق الساعه السادسه صباحا؟ وابصر وحين يعني في نفس التوقيت ابصر اناره الصالح. المتهم سعد الريس يقيم في الطابق الثاني، المجني عليها في الطابق الرابع. ازاي ابصر؟ ازاي ابصر؟ هل السقف شقه لكي يبصر الدور الثالث والدور الرابع؟ والله هو يمتلك عينان نافذتان تسقبان السقوف لكي يصل الى اناره الصاله. والله ابصر بفؤاده. ما جبناش عجمون. ابصر ازاي صح؟ ازاي ابصر؟ في معرض موضع اخر قال صوت 55 وقت وجه المحقق بتقرير الادله الجنائيه بيقول له ايه؟ مع قولك فيما جاء بتقرير الادله العامه لتحقيق الاداره العامه لتحقيق الادله الجنائيه لقسم الفحوص البيولوجيه والبصمه الوراثيه من ان البصمه الوراثيه بالمج الزجاجي الثاني انه لانثى مجهوله. قال ايه؟ توصلت التحريات السريه الى قيام بعض اصدقاء المجني عليها للاطمئنان عليها ولم تتوصل التحريات لتحديد هويتها. ده انت عامل لي محضر تحريات طويل عريض مليان خطة البحث بتاعتك بنوتها من ضمن بنوتها المجني عليها اشوف المترددين عليها. ازاي ما تعرفش مين الانثى اللي كانت موجودة معها وبتشرب معاها الشاي؟ يبقى تحريات سليمة، يبقى تحريات باطلة، سعادة الرئيس بطلان العدم. لم تتوصل الى شيء يأبى العقل والمنطق ان يصدقها.